النهاردة يوم خاص جداً ومهم جداً. ليه؟ لأنه بيصادف تاريخ إنشاء وتأسيس النادي الأهلي، هذا النادي الكبير والعظيم واللي مليء بالعديد من الإنجازات والبطولات والشخصيات الهامة جداً على مدار تاريخه، والأهم من كل ده مبادئ وقيم رسخت في تاريخ هذا النادي منذ إنشاؤه. إمتى؟ بالتحديد في 24 أبريل 1907، ده تاريخ إنشاء النادي الأهلي، وده تاريخ أول اجتماع رسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي. النهاردة 24/4/2019، بالتالي بنحتفل بمرور 112 سنة على هذا النادي العظيم. كلام كتير جدا نقدر نقوله في حق النادي الأهلي، وخصوصا أنه هو يعني نادي بيضم جماهيرية كبيرة جدا جدا جدا، والجماهيرية دي قدر النادي الأهلي أنه هو يكتسبها من خلال مشوار كبير على مدار 112 سنة مليء بالإنجازات والبطولات. البطولات دي ممكن تكون أحد الأسباب اللي خلت أن يكون في شعبية كبيرة جدا للنادي الأهلي، مش بس البطولات. في الحقيقة بعض الناس لما بيجوا يشجعوا النادي الأهلي بيلاقوا أن في النادي الأهلي جزء من شخصيتهم، في النادي الأهلي جزء من مبادئهم والقيم اللي تربوا عليها، عشان كده بيتجهوا للانتماء لهذا الكيان الكبير والعظيم وهو النادي الأهلي. النادي الأهلي في البداية ما كانش نادي كرة قدم، وما كانش الفكرة من إنشاء النادي الأهلي إن هو يكون نادي لكرة القدم، وبالتحديد الفكرة جت من عمر بيك لطفي طبعا اللي كان بيترأس نادي طلبة المدارس، والفكرة جات له إن هو عايز يعمل نادي يجمع هؤلاء الطلبة، إن هم يكون لهم حوارات وطنية وأنشطة مختلفة وممارسة الرياضة اللي بيحبوها في النادي ده. من هنا جت فكرة النادي الأهلي إن يتم إنشاؤه، بالتحديد كان في 1907. حب الطلبة لكرة القدم هو اللي خلاهم إن هم يكون عندهم فكرة لتكوين فريق كرة القدم داخل النادي الأهلي، وبالتحديد تم بشكل رسمي تأسيس أول فريق لكرة القدم في تاريخ النادي الأهلي في 1911. ده كان أول فريق رسمي للنادي الأهلي لكرة القدم، وكانت دي بداية لحكاية طويلة جدا وقصة طويلة جدا للنادي الأهلي بالتحديد في كرة القدم وفي كل الألعاب في الحقيقة. يعني حكاية كبيرة وقصة طويلة طويلة مليئة بالإنجازات والبطولات اللي مش هنقدر نعدها، لأن بطولات كتير جدا في الحقيقة في مختلف الألعاب داخل القلعة الحمراء. فبالتالي الانتماء للنادي الأهلي ده شيء شرف لأي واحد يكون منتمي للنادي الأهلي ويشجع هذا النادي والكيان الكبير المليء بالأمور الرائعة فيما يخص المبادئ والقيم. ولما بنقول مبادئ وقيم دي بتكون حقيقة، البعض ممكن يكون ما بيتكلمش على الكلمة دي أو ما بيحبش كلمة المبادئ والقيم شوية، لأن هو ممكن ما يكونش اتعود عليها بشكل أو بآخر، طبعا مع كل الاحترام لكل الناس، لكن كل واحد بيشوف شخصيته بتتناسب مع أنهي كيان وأنهي نادي وبيتجه للانتماء لهذا النادي. عشان كده النادي الأهلي ليه الملايين والملايين من الجماهير الحمراء والجماهير الأهلوية في مختلف أنحاء العالم. خلال 112 عاما تولى رئاسة النادي الأهلي 15 رئيسا، بدءا من ميشيل أنس، عزيز عزت، عبد الخالق ثروت، جعفر والي، ده تولى رئاسة النادي الأهلي ولايتين، تخللهما فترة تولى فيها أحمد فؤاد أنور لاعب الفريق السابق رئاسة النادي كقائم الأعمال، أحمد حسنين، أحمد عبودة، صلاح الدسوقي محافظ القاهرة، الفريق عبد المحسن مرتجي طبعا ولايتين أيضا تولى فيهم رئاسة النادي الأهلي، إبراهيم كامل الوكيل كابتن كبير جدا، كابتن صالح سليم وأيضا كان ولايتين، كابتن محمد عبد الصالح الوحش طبعا رمز من رموز النادي الاهلي، واكيد القيمه الكبيره جدا كابتن حسن حمدي، وكانت فتره رائعه في الحقيقه من خلال توليه رئاسه النادي الاهلي، ايضا المهندس محمود طاهر طبعا خلال الفتره اللي فاتت، واخيرا الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب خلال هذه الولايه الحاليه. شخصيات ورموز كتير جدا خرجوا من النادي الاهلي، وكمان واضح جدا من خلال الأمور اللي بيمر بيها النادي الأهلي على مدار تاريخه، انتمائه للوطن وليه دور وطني كبير جدا جدا كنادي طبعا مهم، وبيضم كوادر كتير جدا داخل نادي الأهلي بالتحديد. فبالتالي النهاردة بنحتفل ب 112 سنة أهلي على مرور هذا النادي العظيم. اتأسس النادي الأهلي العظيم زي النهاردة
بنينا على أرض مصر هرم رابع، وكتب رموز النادي الأوائل أول صفحة في تاريخ كبير جدا وعظيم جدا، بيزيد كل يوم وبيكبر كل لحظة، زي النهاردة يوم 24 إبريل سنة 1907 فتح الأهلي بابه لمجد عايش معاه وعايش بيه. زي النهاردة ابتدينا حلم وضعوا الأساس لكيان تفخر به مصر كلها والوطن العربي والعالم كمان. الكيان ده مكمل برضه إن شاء الله بأولاده وأعضائه وجمهوره، الكل في حلقة في سلسلة من العطاء وإنكار الذات، علشان يفضل الأهلي الحاجة اللي بتجمعنا كلنا واللي بنفخر بيها كلنا. زي النهاردة بدأت الحكاية، وكل يوم جيل يسلم الراية، راية العزة وراية الفخر والأمجاد اللي بتكون يعني الحقيقة هي أساس مسيرة أعظم نادي، النادي العظيم لمبادئه وقيمه قبل ما يكون عظيم ببطولاته، النادي اللي مؤمن إن جمهوره وأعضائه ومحبيه ولاعبته هم البطولة الأهم. النادي الأهلي هو ماضي وحاضر ومستقبل. الحاضر بيحافظ على الموروثات من الماضي وبيسلمها للمستقبل، الجيل القادم من الأهلوية، عشان يحافظ أيضا على هذه الموروثات اللي بتتمثل في القيم والمبادئ والبطولات والتاريخ الكبير والإنجازات الكبيرة بالنسبة للنادي الأهلي. دي كانت بعض كلمات طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، واللي يعتبر أيضا أحد الرموز التاريخيين في تاريخ هذا النادي، سواء كلاعب كرة قدم عظيم طبعا في تاريخ الكرة المصرية كمان، مش النادي الأهلي بس، أو أيضا كرئيس للنادي الأهلي. هنستنى تواصل حضراتكم معانا على هاشتاج 112 سنة أهلي عشان نشوف تعليقاتكم في هذا اليوم المهم جدا بالنسبة لكل الأهلوي.